خلينا نروح اسماعيلية على الهواء مباشرة دلوقتي مع الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، كابتن أشرف خضر وكابتن سعفان الصغير في لقاء دلوقتي على الهواء مباشرة من اسماعيلية مع زميلي أحمد وجيه. خلينا نشوف هيقولوا إيه عن النادي الاسماعيلي وعن الفترة اللي فاتت وعن الفترة القادمة إن شاء الله، اللي نتمنى اللي هي تكون فترة خير على درويش الكرة المصرية. تحياتي لحضرتك كابتن كريم، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي تلفزيون النهار رياضه. يعني الغضب بيجتاح الشارع الرياضي الاسماعيلاوي نتيجه لسوء النتائج في الفتره السابقه. هناك كواليس لهذه الاخفاقات داخل النادي الاسماعيلي، معايا اثنين يعني نجوم من نجوم النادي الاسماعيلي بجانب كمان كواليس كتير، طبعا المدير الفني لفريق النادي الاسماعيلي كابتن اشرف خضر، ومعايا مدرب حراس المرمى كابتن سعفان الصغير. هنبدا طبعا بالمدير الفني، يعني قبل ما نرحب بالكابتن اشرف هنرحب بالكابتن سعفان. طبعا كابتن اشرف نرحب بيك. ربنا يخليك يا ابو حميد. بنرحب بكابتن سعفان. ربنا يخليك يا منور. يعني كابتن اشرف، عايزين، هناك غضب، يعني شفنا النهارده جماهير النادي الاسماعيلي ترتدي تيشيرتات سوداء يعني تعبيرا منها على سوء النتائج في الفتره السابقه. يعني شايف يا كابتن ده اكتر او اسلم حل الجماهير تقدر توصل بيه يعني غضبها للعيبه؟ لا، هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جماهير النادي الاسماعيلي بنعذرها، الناس متعوده على النادي الاسماعيلي ليه شكل دايما ونتائجه بتبقى دايما على مستوى عالي، لكن هم برضو يعني معذورين. لكن اعتقد ان ناس كتير منهم بتحلل وعارفه وشايفه ان النادي الاسماعيلي فعلا لا، مش هو النادي الاسماعيلي. ما ينفعش نتحاسب مع بعض في الظروف اللي موجوده دي على النادي الاسماعيلي اللي كان عنده لعيبه كبار، كان عنده اسماء كبيره، كان عنده نجوم عندها خبرات، فده كان الوضع الطبيعي، كانوا بيعملوا الفرق في كل مبارياتهم. دلوقتي لا، الوضع مختلف شويه والناس لازم تتحمل والناس لازم تعرف، وانا اعتقد ان هم عارفين. لكن بيجي وقت زي ما بقول لك كده بيبقوا برضه عايزين يعني يدوا رساله كده صغيره للناس، للعيبه، ان اللعيبه تعرف ان هي بتلعب في نادي كبير، في نادي يعني محترم، اسمه كبير، الناس كلها مهتمه بيه في كل حته مش بس الاسماعيلاويه. لكن انا بقول ان معلش ظروف صعبه، الناس كلها عارفاها. النادي الاسماعيلي بنقعد نعيد ونزيد، اللي مش عارف لازم يعرف، لازم يحلل ولازم يعرف. خلاص الناس دلوقتي ما عادتش، مش المدربين بس اللي بيحللوا ولا الناس اللي في الاستوديوهات، لا، الجماهير كمان. النادي الاسماعيلي مش هو النادي الاسماعيلي اللي عنده النجوم الكبار. النادي الاسماعيلي السنه دي في احلال وتجديد، في ظروف، مجلس اداره مشي ومجلس اداره اجى، ناس بتجري عشان تجيب لعيبه عشان تساعد الفرقه، فتره الاعداد، ولسه كنت بتكلم مع كابتن ايمن الجمل من شويه ان فتره الاعداد كانت قليله ومضغوطه بسبب الظروف اللي حصلت دي كلها، لعيبه كتير ما حضرتش فتره الاعداد، كانوا مسافرين، مانو البناهيني مثلا على سبيل المثال، تورك كانوا جايين يمكن قبل الدوري باسبوع بس، كان في اصابات ابراهيم حسن ومتولي وعمر الوحش، في لعيبه جت متاخره زي شريف حازم وسامح عبد الفضيل، كل الكلام دوت اعتقد الفرقه كلها مستقره، الفرقه كلها بتعمل اعدادها قبل الدوري بشهرين وبيسافروا وبيروحوا وبييجوا، ده كلام بيبقى صعب في الكوره. اما تيجي النهارده بتتكلم في احلال وتجديد وتتكلم في لعيبه جداد وتتكلم في الوضع اللي موجود دوت، لا يعني الناس في الاخر بتقول لا، يعني هم حاسين. واعتقد نادي الاسماعيلي بتتكلم في اخر ثلاث مباريات، يعني طبعا كان كل الاحترام للكابتن الكبير الكابتن عماد سليمان، وبرده الظروف كانت صعبه لان كانت البدايه ببعض المباريات، لكن انا من ساعه ما جيت مع الجهاز المحترم اللي موجود اشتغلت ماتش الشرقيه كان مكسب بره ملعبنا وكنا كويسين جدا، اشتغلت مباراه المقصه يعني احنا كنا ند وكان عادي جدا ان الاسماعيلي ممكن يخطف المباراه، يعني هم ليهم فرص واحنا لينا فرص، كسبوا بفاول في الدقيقه 94. ماتش سموحه بتتكلم من الدقيقه 40 من الشوط الاولاني وانت بتلعب 10 لعيبه، فريق تقيل عنده نجوم كبار، كنا برضو ند وكنا يعني، فبتكلم ان لا يعني الدنيا محتاجه وقت، محتاجه تدعيم شويه، في عندنا اماكن زي ما بتكلم الناس بتجري، في وليد عطيه لسه لعيب تحت السن،
مهاجم فريق المنصوره، لعيب كويس جدا هيخش الفتره اللي جايه مع الشغل ان شاء الله يبقى حاجه كويسه. في شهر واحد ان شاء الله الانتقالات الشتويه، يعني الناس مصممه ان هي تجيب المهندس ابراهيم، اتنين لعيبه كويسين جدا يساعدوا الفرقه، فالامور عايزه صبر، عايزه بالراحه بس. يعني كابتن اشرف هنرجع لك تاني، يعني التقيل لسه جاي ورا، بقى نروح للكابتن سعفان. كابتن سعفان بصراحه كده بنشوفك دايما عصبي، ده راجع حضرتك حاسس ان في ظلم واقع على النادي الاسماعيلي؟ هو قبل اي حاجه طبعا برحب بيك يا احمد وبرحب بالكابتن كريم. انا ساعات بنسى نفسي شويه، ويعني ان انا مدرب حراس مرمى النادي الاسماعيلي، انا بعتبر نفسي مشجع درجه ثالثه، هما الناس كلهم في اسماعيليه عارفين حاجه زي ديت، وكابتن اشرف كان متربي معايا في جيل واحد جيل التمرينات، فعارفين يعني الغيره اللي عندنا بالاخص احنا لما بيكون كمان اولاد النادي هم اللي ماسكين مسؤوليه النادي الاسماعيلي. انا عايز بس افهمك على حاجه، عايز اقول للعيبه النادي الاسماعيلي، يمكن انا ما بلحقش اقعد معاهم في التدريبات طبعا، احنا بنتمرن بسرعه وفي حاجات الكابتن اشرف طبعا خطط وفيديوهات بنشوفها، عايز اقول لهم النادي الاسماعيلي مر بحاجات اكتر من كده مع جمهور اكتر من كده، يعني احنا الفتره بتاعتنا جيل التسعينات حصل لنا كذا كبوه وحصل لنا كذا هزيمه وحصل لنا حاجات كتير جدا، كان جمهور اسماعيليه بيجي لنا وبيحصل نفس اللي حصل النهارده، بس احنا كلاعيبه بنشوف الحاجات دي كلها بيبقى عندنا اصرار وعزيمه ان احنا لازم نكسب الماتش الجاي. كلام الكابتن اشرف طبعا قال كل حاجه كويسه وقال كل حاجه انا كنت عايز اقولها. هو 3 بونت تكسبهم بينسوا كل حاجه. جمهور اسماعيليه كلنا عارفين كده، حتى الناس اللي في مصر الاهلاويه او الزملكاويه عارفين الجمهور الاسماعيليه دوت جمهور يعني عاشق طول عمره، ويقول لك انا يعني يقول لك ما تكسبش بس اعمل لي ماتش كويس، عايز اتمتع، عايز اقعد 90 دقيقه، عايز اتمتع. بس زي ما قال الكابتن اشرف السنه دي صعبه شويه، والباشمهندس ابراهيم عثمان برضو لما قعد مع الجماهير في اول فتره ما جه فيها قال يا جماعه السنه دي هتبقى صعبه علينا كلنا كجهاز كمجلس اداره وكجهاز فني وكلاعيبه، ابتدوا حاسبوني من السنه الجايه. بقول رساله لجمهور الاسماعيليه، اصبروا علينا احنا يعني غصب عننا كلنا كمجلس اداره وكلاعيبه وكجهاز فني، يعني اصبروا علينا. انا كنت اتمنى يبقى في دوري بجمهور، كانت اللعبه دي حست بجمهور الاسماعيليه لما بينزل بيملى المدرجات 20,000 متفرج، بتبقى حاجه جميله جدا. اللعيب بيلعب دلوقتي في الملعب يا احمد بيحس ان هو بيلعب لموظف في الشارع، ما فيش حد بيتفرج عليه، يمكن في الشارع كمان في الشارع ممكن تلاقي ناس تتفرج عليه، انما في الاستاد ما فيش حد، فدي برده مأثره شويه في اللعيبه. غير كده كمان الخبره بتفرق شويه، احنا بنلعب فرق سموحه والمقصه والاهلي، فكل الفرق ديت احنا يعني عندهم خبرات، احنا ما فيش خبرات، احنا الكباتن عندنا في الفرقه عواد طبعا الاول صبحي وبعدين حسني، بعد كده في عواد ومتولي وحمد ومحمود عبد العزيز، يعني السن متقارب لسه صغيرين، عشرينات 22 24 25. فاتمنى ان شاء الله ان هي مباراه الجمعه دي تعدي على خير ان شاء الله، ويبقى في توقف بعد كده 14 يوم يقدر مجلس الاداره والكابتن اشرف ان شاء الله نعمل فتره اعداد ان شاء الله ترجع الطموحات شويه بتاعت النادي الاسماعيلي. يعني اسالك برضه يا كابتن عن ما حدش جاليني فيه يا احمد، لان انا ما بتعصبش على فكره، يعني انا بتعصب لحد حق انا، يمكن الكابتن اشرف يعني من حق. هو بص انا اول مره النهارده اتفرج على المباراه انا وكابتن اشرف والجهاز الفني واللعيبه، اول مره اشوف ضربه الجزاء اتحسبت علينا، ملهاش صله بضربات الجزاء يا احمد خالص خالص. انا حتى لما كلمت بعد المباراه مع في النيل الرياضه قلت يا جماعه من فضلكم رئيس لجنه الحكام يجيب حكم كبير لينا، الاسماعيلي بيلعب سموحه، يعني احنا كنا بنلعب الشرقيه ببنها جابوا الكابتن جهاد جريشه، طب اسماعيلي وسموحه مع احترامي الحكم انا ما اعرفوش، فهاتوا حكم كبير شويه يبقى قد المباراه. من اول 12 دقيقه يا احمد 3 انذارات وطرد، افتكر يدي لعيب نادي سموحه في الدقيقه 65 من الشوط الثاني كان الماتش خلاص خلص. فانا انا ما بتعصبش، انا ده حب النادي الاسماعيلي يا احمد، واللي يزعل مني في الاعلام يزعل، دي حاجه ترجع له هو، كل واحد في الاعلام لا ما انا اللي بتوقف ماشي اوكي ما فيش مشكله، وانا اللي بتخصم مني وانا اللي بعطوا المدرجات وفريقي شغاله وانا 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 وانا، بس انا عندي 47 سنه، ما جيش بعد 47 سنه تقول لي سعفان اتغير، ما فيش حد بيتغير، كله بيفضل زي ما هو. كده نسألك على عدم انضمام محمد عواد للمنتخب، بس هنسيبك برضه تحضر السؤال كده، لان طبعا هيكون انا عارف اللي فيه هجوم هيكون من كابتن سعفان بعد ما نرجع من السؤال للكابتن اشرف خضر. كابتن اشرف انت زعلان من موضوع تخفيض العقود مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان، يعني بيطلع بقى يعني او بيقول او مدي فرمان بمعنى اصح، بناهيني خارج القايمه ده اجباري، شريف عبد الفضيل يعني يمكن كريم بامبو خفض عقده في الفتره الاخيره، سعد حسني خارج القايمه، انت زعلان يعني انت يمكن المعلومه اللي وصلتني شخصيا لا لا لا.
ان ما حدش يتدخل في شغل. يعني بنهيني لعيب مؤثر يعني لما يطلع بره قائمه الاسماعيلي يا كابتن عشان ما يخفضش عقده، ده اكيد هياثر عليك في الفريق او ما بتلعبش بكامل قوتك او كامل قوه الفريق في المباريات. هقول لك انا كلام واضح وصريح، لا بالعكس، بنهيني انا من اشد الناس اللي قلت لا بنهيني ما انا مع الاداره لسبب بسيط. الحمد لله رب العالمين، احنا دايما لينا شغلنا وبنشتغل واشتغلنا في يعني توقيتات كتيره، الناس عارفه ان احنا عندنا حق. لما يحصل ان 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 لعيب ياخد مستحقات وياخد 45,000 دولار، المهندس ابراهيم مش عايز اقول لك الفلوس كانت بتعرف ازمه الدولار والكلام اللي موجود، مش عايز اقول لك يعني جريوا قد ايه عشان يجمعوا المبالغ ديت ويجيبوا لهم الدولارات هو وترك. واتفقنا على اتفاقات بينا ان خلاص في جدوله للمستحقات، لان في مستحقات كتيره من السنه اللي فاتت كمان. فخلاص الناس اتفقت وكده، وهو بنهيني قال كلمته ان هو خلاص الموافق على الجدوله دي وهيسحب الشكوى بتاعته. فبالتالي كان المفروض كلنا مستنيين ان هو يسحب الشكوى يوم بعد، طب انا اشوف الايجنت، طب اشوف المحامي، اصل في كذا اصل في كذا. فبالتالي يعني صدقني لا انا ما زلتش خالص، بالعكس ده انت بتتكلم في نظام نادي، بتتكلم في عقليه نادي، عشان اصل احنا خلي بالك يعني النادي ما بيقفش على حد، وانت بتلعب ببناهيني وغير بناهيني وبتكسب وبتتغلب. فلا لما يبقى في نظام وفي احترام هو طبيعي كلنا نحب نادي الاسماعيلي يبقى كده. فموضوع تخفيض العقود ده لا، الناس قعدت بكل شفافيه مع الناس ومن غير اذعان ولا حاجه واتكلموا، واللعيبه وافقت ومفيش اي مشكله في الكلام ده، واللي موافقش برضه هو حر، مفيش اي مشاكل، هو عنده يعني حقه بيطالب بيه ومفيش اي مشكله. فانا بالنسبه لي يعني لا، احنا طالما هنتكلم احنا دلوقتي بنعمل فرقه، اعمل فرقه من كل بقى النواحي، بتتكلم في ناحيه سلوكيه، بتتكلم في ناحيه تنظيميه، بتتكلم في ناحيه فنيه، بتتكلم في ناحيه نفسيه، كل الكلام ده كله، فكل الكلام ده محطوط في الحسبان. طالما احنا بنقول ان الناس تصبر عشان نعمل فرقه، نعمل فرقه صح. فلا بالعكس انا بنهين، انا اتكلمت معاه وبتاع وكده، وان شاء الله في انفراجه في الموضوع من عنده، وهما الناس المهندس ابراهيم عثمان مفيش اي تعنت ولا حاجه، والايام اللي جايه ان شاء الله تبقى الامور سهله ان شاء الله. اكيد برضه هنسالك يعني في بعض اسماء مرشحين المديرين الفنيين لتولي قاده الاسماعيلي فنيا في الفتره القادمه، هيكون السؤال هيبقى هل انت هترحب ولا هترفض بعد ما نرجع مع الكابتن سعفان؟ وسؤال مهم برضه الكابتن سعفان، يعني عواد حضرتك طلعت في الاعلام الفتره السابقه، يعني هاجمت الناس بتدي حقها، بتدي حق يعني حراس المرمى الاهلي والزمالك، متجاهلين عواد، شايف عدم انضمامه اللي ما فيش اعلام متسلط على محمد عواد؟ بص يا احمد، يمكن الكابتن اشرف عارف العلاقه اللي بينه وبين الكابتن احمد ناجي. هو لما بيجي اسماعيلي ما بيجيش لحد غيري، وعلاقه قديمه جدا يعني حتى في العائلات يعني. فعمري ما عقبت على اختيارات الكابتن احمد، وكان تملي اتسال سعفان عواد فين وبتاع، فاقول لهم لا دي اختيارات الكابتن احمد، ودي هو حر فيها طبعا، لان انا مدرب حراس مرمى وانا برضه ما بحبش حد يعقب على اختياراتي. بس الفتره الاخيره حسيت ان الولد ما شاء الله، حتى في التدريبات يمكن الكابتن اشرف كان اثنى عليه يعني، وكل الناس والمباريات الاخيره، وحتى لما بتحصل كبوه نادي اسماعيلي وهزيمه بيطلع كل الناس كمان، مش انا لوحدي يعني، انا شهادتي مجروح على عواد، بيطلع كل الناس يقول لي لا عواد ده ما شاء الله. لما ابتديت انزل القاهره ومثلا في اي زياره ليا في القاهره او في مثلا نزل عندي ماتش، بقابل حتى الناس بيقولوا لي هو انت ليه ما بتتكلمش على عواد؟ ده انت اللي مربيه وده جونك وانت وانت وانت. فبعد المباراه اللي فاتت عارف حسيت برضو ايه بظلم شويه، لاني عواد برضو يمكن مش انا اللي اتكلمت في حاجه زي ديت، كمان كان الكابتن ايمن يونس وكابتن خالد الغندور وكابتن كريم حسن شحاته، يعني قال لك عواد بيطلع كور يعني كور بتاعت حراس مرمى اوروبيين، ربنا يعني الله ربنا يحرسه يا رب. فعواد 24 سنه، فالجون لازم حتى يعني ايه يبقى يحس حتى كحاجه نفسيه، حاجه نفسيه يبقى حارس مرمى في منتخب مصر مركز نمره 4 او نمره 3، بس يبقى مع مجموعه يعني كفايه اللي هو يبقى مع كابتن عصام الحضري، دي حاجه جميله جدا اللي هو يبقى معاه. فانا حسيت ان انا ساكت ما بتكلمش، فطلعت عن شعوري وانا بتكلم بقول بعض الاعلاميين بيشكروا في حراس مرمى او بيكلموا على حارس مرمى بعينه او اثنين حراس مرمى وما بيكلموش على عواد. هل عواد عشان بيلعب في نادي الاسماعيلي؟ هل عواد عشان احنا اسماعيليه اقاليم؟ هل احنا عشان بعيد عن الاهلي والزمالك؟ هل عواد لو بيلعب في الاهلي او الزمالك كان المفروض يبقى في منتخب مصر نمره 1 او نمره 2؟ هل عواد عشان بيلعب في نادي الاسماعيلي ما حدش يبص له؟ فدي من جوايا انا يمكن انا
ببين لعواد ان انا مش متضايق ولا زعلان، وهو بيبين لي برضو ان هو مش متضايق ولا زعلان، بس احنا حاسين ببعض بالنظرات. انا مربيه وعنده 10 سنين فبحس بيه، بس في التدريبات بينسى كل حاجه اول ما بينزل. محمد صبحي طبعا ده حاجه كبيره لنادي الاسماعيلي وكابتن نادي الاسماعيلي، وانا مبسوط جدا ان صبحي رجع، بس ربنا يستر بقى من صبحي وعواد ومجدي. لسه بحكي لكابتن اشرف بقول ربنا يستر الثلاثه هيبقوا عليا لوحدي، وانا طبعا المطلوب مني ان انا الثلاثه ياخدوا نفس الجرعات ونفس التدريبات، بس في التشكيل بقى والجهاز طبعا الكابتن اشرف ومدير الفني هو رايه الاول والاخير، بس هيبقى في شويه برضو ايه يعني شويه غيره شويه، ان يعني ده بيلعب وده احتياطي وده نمره ثلاثه. طبعا صبحي بقول له الحمد لله على السلامه ومنور النادي، واي جون اي مدرب حراس مرمى في الدنيا يبقى سعيد جدا ان هو عنده ثلاث حراس مرمى على اعلى مستوى. مش انا اللي بقول كده، ده مارتن يول اللي قال كده، مارتن يول مدير فني النادي الاهلي، بس ما قالهاش في الاعلام، قالها لحد يعني كان قاعد جنبه قريب مني، قال لك كنت اتمنى ان يكون عندي اثنين حراس مرمى جاهزين زي الزمالك ونادي الاسماعيلي. يعني كابتن اخيرا والسؤال المهم طبعا لان ده يهم الشارع الرياضي الاسماعيلاوي، ده اخر سؤال معانا النهارده وبعد كده نرجع لكابتن كريم لو في مشاركه. يعني كابتن اشرف، لو في مدير فني جاي قادم في فتره التوقف، هل هتقبل ان انت تكون متواجد او موجود كمدرب عام؟ بص يا ابو حميد، انا بدين بالفضل بعد ربنا للمهندس ابراهيم عثمان والمهندس خالد فار. الناس دي ساعدتني وانا سنه 2004 اول مره طلعت للدرجه الاولى، كان المهندس ابراهيم هو ماسك رئيس النادي مع مستر بوكير. النهارده انا خدت فرصه السنه اللي فاتت بعد رحيل الكابتن ميدو، ثلاث مباريات برضو كانوا صعبين وربنا برضو اكرمنا فيهم الحمد لله، بس النتائج كسبت ام بي في ام بي، وكان تعادل مع الشرطه، لكن ماتش المقصه كان يعني بعد ماتش بتروجيت بيومين ما كناش لحقنا نعمل حاجه. فالناس دي ليها بصراحه عندي كده يعني محبه وكده. انا اشتغل مع النادي الاسماعيلي ومجلس الاداره اكيد بيساندونا، كابتن سعفان يقول لك مسانده غير طبيعيه يعني. لكن انا اتعودت دايما ان انا اموري في الامور دي ما بتصرفش فيها يعني، انا بتبقى في ساعتها يعني، لان طبيعي انت لازم تحسب يعني. السنه اللي فاتت لما اشتغلت واجا مستر النابي نصر الدين النابي، انا رفضت ان انا اشتغل، كان عندي اسباب وبموضوعيه وبالراحه، ولا كلمت في حته، انسحبت بهدوء وبتاع وكده. فبرضه نفس الكلام، لكن انا بقول لك انا المهندس ابراهيم ومجلس الاداره مش عايز اقول لك الناس بتتكلم معانا ازاي وشايفين الجهد اللي معمول وكده. لكن يا كابتن يعني في النهايه انت موافق لو في اي حاجه انت موجود داخل نادي الاسماعيلي ومفيش اي مشكله بالنسبه لك؟ اكيد طبعا، انا بقول لك نادينا كلنا ما عندناش اي مشاكل ان احنا نبقى موجودين في نادينا اللي احنا بنحبه، اللي احنا زي ما الكابتن سعفان قال كلمه، احنا يا ابو حميد احنا جمهور لفرقتنا ديت، مش يعني مدربين يعني. في النهايه كابتن اشرف نشكرك شكرا جزيلا، كابتن اشرف خضر مدير الفني للنادي الاسماعيلي، وان شاء الله الاسماعيلي راجع والاسماعيلي قادم لمصلحه الكره المصريه قبل مصلحه الشارع الرياضي الاسماعيلاوي، لان طبعا الاسماعيلي دايما بيفرغ طبعا للكره المصريه نجوم لمنتخب مصر. شكرا كابتن اشرف. شكرا ابو حميد، وتحياتي للكابتن كريم. بنشكرك كابتن سعفان شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا احمد، وتحياتي ليك وتحياتي لكابتن كريم، شكرا يا كابتن كريم. يعني ده كان لقائنا الحي والمباشر من مدينه الاسماعيليه، الجميع هنا داخل مدينه الاسماعيليه خاصه الشارع الرياضي الاسماعيلاوي يتمنى عوده الصمبا البرازيليه ودراويش الكره المصريه نادي الاسماعيلي لسابق عهدها، وان شاء الله يعني لازم نقول للنادي الاسماعيلي ده يعني دائما هو النادي اللي بيفرغ لاعبين لمنتخب مصر ولانديه الاهلي والزمالك، وعودته لسابق عهدها ده اكيد هيكون لصالح الكره المصريه. الكلام عليك كابتن كريم. بشكرك يا احمد، وبشكر طبعا كابتن اشرف خضر وكابتن سعفان الصغير في لقاء مباشر من مدينه الاسماعيليه، وطبعا النادي الاسماعيلي بيستعد للمباراه القويه القادمه امام نادي امبي يوم الجمعه القادمه ان شاء الله. خلي بالكم يعني الاسماعيلي ده عشقي، انا بحب الدراويش وبحب الاسماعيليه وبحب النادي الاسماعيلي جدا، ومش بقول كده مجامله، لكن انا بحب الاسماعيلي جدا وبحب كره الاسماعيلي. السنه دي الاسماعيلي بيمر بظروف صعبه، فلازم كل الشارع الاسماعيلاوي وكل الجماهير تبقى عارفه ان السنه دي في اصابات كتير، في لعيبه مشيت مهمه، مفيش تعاقدات حصلت بشكل كويس، ف يعني مش عايز اقول لهم ايه يبقى اتعودوا ان الاسماعيلي السنه دي مش هينافس، او حطوا في دماغكم ان الاسماعيلي السنه دي مش هينافس، عشان انا عارف جمهور الاسماعيلي بيحب الاسماعيليه جدا وبيحب الدراويش جدا، فلازم يبقوا حاطين في دماغهم
ان هم يعني ايه عارف يبقى عارفين حاطين في دماغهم السنه دي الاسماعيلي مش هينافس ويتقبلوا الوضع لغايه ما مجلس الاداره يقدر يتعاقد مع لعيبه ان شاء الله في شهر يناير القادم. يعني خلاص ناقص حوالي شهرين على شهر يناير وموسم الانتقالات، ولازم نقف جنب كابتن اشرف خضر ونقف جنب كابتن سعفان الصغير والجهاز الفني كله للنادي الاسماعيلي في الوقت ده. مش عايز جماهير الاسماعيلي تضغط اكتر على اللعيبه، ان دي الامكانيات اللي موجوده، وعايز اداره النادي الاسماعيلي برضو تساعد كابتن اشرف خضر في عدم يعني ايه التسبب في مشاكل اللعيبه المهمه. ايمانويل بناهيني لعيب مهم جدا في الفريق، موضوع تخفيض عقده، هو لاعب افريقي ولاعب اجنبي، فالراجل جاي برضه عايز فلوس وجاي متفق. الاجانب انتوا عارفين لما بيتفقوا على حاجه ما بيغيروش رايهم، فلازم يبقى في طريقه لحل مشكله بناهيني ان الاسماعيلي محتاجه في الفتره القادمه. فانا بقول لجمهور الاسماعيليه اهدوا، الفتره الحاليه الاسماعيلي مش هينافس على الدوري، الفتره الحاليه مش هو الاسماعيلي بتاع زمان، مش هو النادي الاسماعيلي القوي، فلازم تقفوا جنب الاداره وتقفوا جنب اللعيبه والجهاز الفني وما تضغطوش على اللعيبه اكتر من كده، ان ممكن الضغط الزياده عن اللزوم يجي بآثار سلبيه على الفريق. انا عارف انتوا زعلانين وبتحبوا الاسماعيلي دايما يكسب، النهارده رحتوا التدريب وشدتوا شويه اللعيبه ولبستوا تيشرتات سودا عشان يعني تبينوا ان انتوا زعلانين على الفريق، لكن لازم تقفوا جنب النادي الاسماعيلي في الموقف الصعب، والقادم افضل ان شاء الله للنادي الاسماعيلي مع المهندس ابراهيم عثمان في الفترة القادمة. وطبعا انا برضو بحب جدا وبشكر جدا العميد محمود ابو السعود اللي عمل مجهود كبير مع النادي الاسماعيلي في الفترة اللي فاتت، لكن لازم الكل يتكاتف في اسماعيلية عشان عودة تاني النادي الاسماعيلي. ودي اجزاء من تدريبة النهاردة، بصوا كاتبين الجماهير ضيعتوا هبة الدراويش، مش عارف ايه، ما تخليش سرح وما تخليش، يعني عايز بيوجهوا كلمة كده للإدارة ان اللعيبه اللي مش عارفه قيمه الاسماعيلي تتسرح تمشي من نادي الاسماعيلي. فيعني معلش امسكوا بس نفسكم شويه، خليكم مع الفرقه في الوقت الصعب عشان الامور تعدي ان شاء الله بالنسبه للنادي الاسماعيلي بشكل كويس. دي اجزاء من تدريب النهارده في النادي الاسماعيلي، وخلي بالكم برضو بصوا يعني حتى رموا حاجات سودا في تراك الملعب تعبيرا على حزنهم وغضبهم من الفريق والنتائج السلبيه اللي بتحصل في الفتره الاخيره. عايز برضو اقول خبر على النادي الاسماعيلي، محمد صبحي عاد للتدريبات الجماعيه ودبح عجل كده بعد العوده من الاصابه، بنقول له الحمد لله على السلامه يا صبحي، انت من الحراس الكبار ومن كباتن فريق النادي الاسماعيلي، ان شاء الله بالتوفيق في الفتره القادمه. عايز اقول برضو خبر على احد ابناء النادي الاسماعيلي، كابتن خالد القماش النهارده تولى تدريب نادي فاركو بدل الكابتن مشير عثمان. النهارده فاركو والمنصوره تعادلوا 1-1 في الاسبوع الرابع من القسم الثاني المجموعه الثالثه، وبعد المباراة قدم استقالته الكابتن مشير عثمان وتم التعاقد مع الكابتن خالد القماش أحد أبناء النادي الإسماعيلي، هيتولى تدريب فاركو في الفترة القادمة في الممتاز بيه.